بداية أشكر الجمعية الفاضلة على استضافتها لنا، وأتمنى سائل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها فيما يحب ويرضى. أما قضية الحضور والله فنحن فنكون معكم صادقين، نحن لو وجدنا واحدا يكفينا، بل وربما لو لم نجد إلا فقط الإخوة هنا في القاعة يعني لكفانا ذلك. لما؟ لأن عالم الأفكار هذا وليس مثل الأسواق، أكيد يحتاج إلى ناس متخصصين إلى آخره. وبالتالي ولنا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا النبي عليه السلام يقول يأتي الرجل يوم القيامة، النبي عفوا، ويقول ومعه الرجل والنبي معه الرجلان، بمعنى 60 سنة أو 40 سنة أو 100 سنة، ويدعو ولا يأتي. وبعض في بعض الأحيان يقول يأتي الرجل وليس له معه أحد، النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فما بالك بمن ربما بالناس الذين انشغلوا بأمور حياتهم إلى آخره. هذا عنوان المحاضرة وأثر الوقف الخيري في تنمية الاقتصاد البيئي. هي محاضرة أنا ألقيتها في المملكة الهاشمية الأردنية في أحد الجامعات، وأحاول أن أعرضها هنا على مسامعكم. هذه المحاضرة هو أننا أي أمة من الأمم إلا ولها أنها عندما تريد الإقدام على أي مشروع من المشاريع فإنها تعود إلى تراثها. لا يوجد هناك أمة من الأمم إلا وتسترجع من خلال تراثها. فالأمة الأوروبية عندما أرادت أن تسترجع تاريخها فذهبت إلى الحضارة الإغريقية وهكذا، وعندما اليابان أراد أن يبني حضارته عاد إلى ثقافة الساموراي وغير ذلك. وكل أمة إلا ولها تراث، إذا تريد أن تستثمر هذا التراث وترجع إلى هذا التراث حتى تأخذ منه البواعث التي تحرك المجتمع، حتى ينسجم هذا المجتمع مع أفكار سواء على مستوى الدولة أو أفكار على مستوى مؤسساتها أو على مستوى الجمعيات المدنية ذات الطابع الغير حكومي. ولهذا فلما نتحدث عن الوقف فنحن نتحدث عن أمر غيب لمدة من الزمن، ليس فقط تغييبه هنا في الجزائر، إنما الجزائر ربما لظروف الاستعمار، ولكن حتى في كثير من الدول العالم الإسلامي فأصبح كان هناك مغيبا. فأردت أن أقول على أننا في تراثنا في تاريخنا هناك مؤسسات قامت بحماية هذا العنصر الذي هو البيئة، فنريد أن ننظر كيف يمكن أن نستثمر هذا الأمر. عادة عدم إقدام مثلا بعض الناس للحضور إلى هذه القاعة، لما؟ لأن في شريعتنا الغراء الناس دائما يحركون، نتحرك بباعث، إما باعث دياني أو باعث دنيوي وهكذا. فهذا الذي غاب لو علم أن له مصلحة في هذه القاعة إذا لحضر، ولكن لما ربما لم يعي بأنه ليس له أي مصلحة، بالتالي فهو حماية البيئة هذا كأنما أمر لا يعنيه، إذا بالتالي فهو لم يرى مصلحة، لو رأى مصلحة لجاء. غالبا ما في شريعتنا فعندنا دائما نريد أن نحرك الناس نحو العمل، فلا بد أن نطرح عليهم جملة من الأسئلة، هذه الأسئلة هي التي تحركنا نحو أي عمل من الأعمال. فغالبا العلماء ينبهوننا إلى أسئلة جوهرية، فالإنسان يسأل نفسه من أنا، وكذلك أيضا ومن أين أتيت ومن أوجدني وأين أنا الآن وإلى أين أنا ذاهب. أي إنسان عاقل لا بد أن يمر على ذهنه وعلى عقله هذه الأسئلة، فإن وجد لها حلا أو فإن تفاعل مع هذه الأسئلة فإنه أكيد يترتب عن ذلك جملة من الاستفهامات. هذه الاستفهامات مرتبطة أكيد بدرجة أخص بموضوعنا والبيئة، وهو أنه دائما ربما يقول كيف أستفيد من المحيط الذي، إذا قال أين أنا الآن أكيد فإنه يتبادر إلى ذهنه كيف أستفيد من المحيط الذي أعيش فيه، وما هي الطرق الكفيلة لاستغلال هذه المنافع دون الإضرار بها، وما هي النتائج المترتبة عن سوء استغلال هذه المصادر، ثم وأخيرا ومن هم المعنيون بالمحافظة على هذه المصادر. لأن المجتمع عندما يشعر ويحس بأنه معني بهذا الأمر فإنه يتفاعل مع هذه القضايا، ولكن عندما لا يشعر أو لا يستشعر بأن هذا الأمر يعنيه فإنه ربما يكون لام، أو ربما تظهر عنده ما يسمى، عندما نريد أن نعبئ الناس أو نحفز الناس على التفاعل مع قضايا من قضايا، إذا أخذنا هذه القضايا من بيئتنا من تراثنا فأكيد نجد أن هناك من يتفاعل. أما إذا جئنا بما هو أو بما هو مقرر عند الغير عند الآخرين فأكيد أنهم لا يتفاعلون ذلك. فلما ننظر إلى، لو نحرك في هذا الإنسان على أنه
على أننا في ديننا على اعتبار أن الباعث هذا الباعث قوي في أي أمة من أممه باعث تدين، فعندما ننظر إليه نقول له انظر مثلا إلى مظاهر الاهتمام مثلا الإسلام كدين بالبيئة، فنقول له أننا عندنا أحاديث كثيرة عن النبي عليه السلام تدعو إلى الغرس، من بينها حقق النبي عليه السلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كان له منه صدقة، وفي رواية فأكل منه إنسان وفي رواية أكل منه سبع. لما ننظر إلى هذه المصطلحات السبع والإنسان والبهيمة والطير فهي كلها تشكل عناصر أو تشكل عناصر البيئة بالإضافة إلى الغرس الذي يعتبر أساس ذلك. بل لما نقرأ حديث النبي عليه السلام من كان له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، فأيضا فيها إشارة على المحافظة من الدعوة إلى البيئة. بل الأمور ترتقي إلى ذلك إلى تشريع ما يسمى بالعقود الزراعية. عندنا في تراثنا الكثير من العقود هي عقود زراعية مضمونها وهي المحافظة على البيئة، مثل عقد المزارعة والمساقات، الدعوة التي في ديننا بالاقتصاد على الموارد المائية كحديث النبي عليه السلام أنه كان يغسل أو كان يغتسل بالصاع على ذلك، ففيها دلالة على المحافظة على البيئة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بذلك. لما ننظر أيضا إلى الاعتناء بالبيئة النباتية والحيوانية، فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوصي جيشه، ومعروف أن الجيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه نهى أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا. فدل على بمعنى أن البيئة مقصود البيئة بمعنى رغم أن حالة الحرب الناس لا تلتفت لهذه الأشياء، غير أن هذا الصديق رضي الله تعالى عنه ينبه جنده أو ينبه قوات جنوده على انتباه بمعنى أن هناك بيئة يجب المحافظة عليها. إذن فدل على أن مسألة البيئة تعتبر جزء مهم من حياتنا، لما ولكن فقط مع الأسف الشديد نحن لم نستثمر هذا التراث الموجود في تاريخنا والموجود في ديننا إلى آخره، بالتالي فأصبح عندنا لا مبالاة تجاه الأشياء. الحديث عن الوقف غالبا في المجتمعات العربية والإسلامية عندما يكون الحديث عن الأوقاف أو الحبوس كما نقول ما هو معروف عندنا، فغالبا يفكر الشخص في موضعين، فهو الوقف عنده هو المقبرة الجبانة، يعني يقول مثلا إنسان عنده قطعة أرض يعني يقول نخليها للأموات المسلمين، أو ربما إذا عنده مال فإنه يوجهه إلى بناء مسجد، فهو لا يفكر إلا في أغلب الأحوال لا يفكر إلا في هذين الموضوعين. إذا فلهذا نجد ربما تقول للناس يعني هل هم مثلا لبناء مسجد كل يبادر، ولكن لو تقول مثلا هل هم مثلا لبناء مدرسة مثلا أو مثلا لكذا فإن الناس يعتبرون أن هذا الأمر هو من خصوص الدولة وليس من خصوصية المجتمع. بل في تاريخنا العكس من ذلك، عندما نعود إلى تاريخ الأمة هذه نجد على مستوى الجانب الخدمي نجد أن هذه مؤسسة الأوقاف عبر التاريخ خاصة بالنسبة للجزائر قبل الاستعمار فكانت تؤدي خدمات بمعنى بيئية وتؤدي خدمات توفر، كانت تساهم في بناء الجسور وتساهم في استجلاب الماء للحواضر وغير ذلك من الأمور، بل كانت لها مستشفيات خاصة بالمرضى، بل تعدى الأمر إلى ليس فقط المستشفيات الإنسانية بل تعدى الأمر إلى مستشفيات بيئية متعلقة بالحيوانات كما كان في الموجود في المغرب وكما كان موجود في بل هناك لحد الساعة الآن هناك مسجد في ما يسمى عندنا في مصر وأيضا عندنا في سوريا هناك لازال مسجد يسمى مسجد القطاطين. هذا مسجد القطاطين هو إنسان أوقف مال على القطط بمعنى أن هذه القطط التي هي هائمة إذا فيطعمونها إلى هذه، فدل على أن هذا الدين فيه من الأمور التي بإمكاننا أن نحافظ على البيئة. علاقة الوقف بالجانب الاقتصادي لأن العذر هو هذا الجانب هو أننا في غالب الأحوال نحن لا يظهر لنا الجانب الاقتصادي في الجانب الوقفي أو في الجانب الحقوق، فلا ننسى على أن هذه الأوقاف هي ليست فقط المسجد، وإنما فيما مضى كان المسجد له مرافق، هذا المسجد فيه ربما يوقف مثلا عبارة عن جنة توقف عليه، ربما عبارة عن حقول، ربما فندق أو نزل يوقف عليه وغدا ذلك، بالتالي فكان هناك مرافق كثيرة خدمية تضر بعض المال أو تضر الأموال على هذه المؤسسة الوقفية. إذا فلهذا فهي متشكلة من عقارات ومن منقولات، أقصد بالمنقولات من الحيوانات والسيارة كذلك، وأيضا ومن آلات وتجهيزات، وأيضا من أموال سائلة، بالإضافة إلى أهم شيء فيها الأشياء وهي ما يسمى الآن في لغة العصر ويسمى عندنا الكثير من الموجود الآن ما يسمى وقف الوقت
الوقف الوقتي أو ما يسمى وقف الحضارات، بمعنى الإنسان يتطوع مثلا في جمعية كهذه الجمعية وهو يكون مختص مثلا في البيئة أو مختص مثلا في الزراعة إلى آخره، فإنه يوقف، بمعنى يوقف بمعنى أنه يجعل ساعة من 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 أسبوعه، ساعة من شهره في خدمة هذه الجمعية. كيف نحرك المجتمع أو كيف ربما نحرك المجتمع نحو التفاعل مع هذه البيئة، أو كيف يكون تكون مؤسسة الأوقاف داعمة لهذه للبيئة على وجه الخصوص؟ فأكيد عندما نقارن إخواننا في المشرق العربي وأخص بالذكر الكويت وغير ذلك، أكيد فنحن متخلفون جدا بالنسبة إلى مؤسسة الأوقاف. مؤسسة الأوقاف هي مؤسسة قد انتشرت وتوسعت لتمس جميع الخدمات الاجتماعية، على غرار نحن الآن لا زلنا في عملية الجرد ولا زلنا في عملية استرجاع هذه الأوقاف التي استولى عليها العوام، استولى عليها إما تكون بطريق دعم مباشر أو دعم غير مباشر. الآن عندنا تطورت الأمور ما يسمى نظام الأسهم. نظام الأسهم بمعنى أن الإنسان يمكن أن إذا كان إنسان عندنا البنوك تصدر أوقاف مثلا لأوقاف أو أسهم نقفية مثلا لتطوير تقنية الري مثلا، لما لأننا إذا طورنا تقنية الري فإننا أكيد فإننا نحافظ على بيئتنا، نحافظ على الجرف التربة وغير ذلك، ونحافظ على موارد المائية. يمكن أيضا عندنا تقريبا 70% أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك في العالم لا يمتلكون مجاري مصارف، يسمى مصارف المياه، مجاري المياه، فبإمكاننا أن نشجع الناس على إيقاف ذلك. المشكلة أين؟ المشكلة هي أننا نحن عندنا لازمنا المجتمع الجزائري خاصة لازال على عقلية البايلك، معناه كتقول له كأنما لم يستقل بعد، ولكأنما هذا المجتمع ليس عنده حكومة منه ومن أبنائه، فتقول له يقول لك تعال بايلك، أو تقول له مثلا لأن هذه الخدمات التي يقدمها عندنا الخدمات نوعان، عندنا خدمات هي إحسان من باب الإحسان، يقدمها الشخص مقابل بمعنى لأفراد المجتمع، وعندنا أيضا حتى بالقانون عندنا يسمى الخدمات الاجتماعية مقابل تخفيضات مثلا في الضرائب إلى آخره، هذا بمعنى الأمران موجودان بالنسبة إلى القوانين. كذلك أيضا ممكن بمعنى أن تكون هناك عبارة عن هذه موجودة ربما في الخارج لكن ربما هي غير موجودة عندنا، ما يسمى مصائد المائية. مع تطور الآن تقنية تربية الأسماك لا يوجد الآن عندنا موجود فقط الذي يكون على مشارف البحر والذي له من الأسماك ويربي في تربية الأسماك، وإنما حتى الدول التي لا تمتلك محيطات أو عفوا لها حدود مع البحار فإنها طورت هذه التقنية وأصبحت عندها ذلك، إذا بإمكاننا أن ندعو المجتمع إلى المساهمة في المشاركة في هذه الأسهم. كذلك أيضا عندنا كثير ما ربما من المشاكل التي يعاني منها بعض المزارعين وهي مسألة الفيضانات، فبإمكاننا أن يكون عندنا أسهم وهي أسهم بيئية المراد منها هو احتباس فيضانات الأمطار الشتوية. كذلك أيضا عندنا قد يكون عندنا أسهم لتمويل استثمارات النباتات الطبية إلى آخره، ممكن بعد قليل ممكن بعد المناقشة نفصل. كذلك أيضا عندنا تطور التقنيات، نحن نعرف أن نعطيكم مثال في الصين، في أحد المقاطعات في الصين هذه المبيدات أثرت على الثروة الحيوانية بمعنى هذه الحشرات الآخرين، فأصبحت بعد سنة أو سنتين أصبح عندما يقومون بزرع هذه المزروعات الآخرين فأصبحت لا تنمو. السبب في ذلك هو أنهم قضوا على هذه المبيدات الحشرات، قضوا على الحيوانات المساعدة على عمل التلاقح، إذا بالتالي فكان فأصبح في هذه المقاطعة يضطرون إلى التلاقح اليدوي. إذا فننظر إلى أننا عندما نهمل هذه البيئة وعندما نسيء استعمال البيئة فننظر إلى 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 هذا الأمر الذي مثله ما ينقل عن سائر فيه. كذلك أيضا عندنا يمكن أن نفكر في ما يسمى التمويل، ما يسمى المنتجعات السياحية البيئية. هذه المنتجعات السياحية البيئية في بعض الدول كمصر مثلا أصبحت المبادرة إليها، وبعض الدول الأوروبية موجود عندها هذه الأشياء، ولكن بالنسبة للجزائر أكيد لا زلنا بعيد عن الشيء. أقصد بذلك المنتجعات السياحية البيئية، أقصد بذلك هي ما يسمى الآن ما يسمى نظام المحميات. هذا النظام المحميات إذا فيجمع بين أمرين، بين الجانب السياحي لأي المواطن بمعنى أن يمنع الإنسان أو قد لا يجد الإنسان وقتا لغرس الأشجار، ولكن بإمكاننا عن طريق هذه الجمعيات البيئية بإمكان يكون عندنا صناديق خاصة
لأسهم فقط لأشجار، بمعنى أن هذا الشخص يأخذ أو يشتري أسهم معينة، الأسهم معينة تحول على جمعية من الجمعيات البيئية مقابل ماذا؟ مقابل أن هذه الجمعيات تشتري لنا أو تقوم بشراء هذه الأشجار وتقوم بغرسها. وهذا شبيه بما يقوم به حجاجنا مثلا الآن الحاج عندما يذهب إلى مكة، فهو ليس هو يباشر عملية الذبح ولا، وإنما يعطي هذه هذا ويشتري، ثم بعد ذلك هناك هيئة أخرى ممكن أن تقوم بذلك. هذا بالنسبة إلى الدعم المباشر. أما الدعم الغير مباشر فيمكن عندنا خاصة بالنسبة إلى التوعية، يمكن عندنا أن يكون عندنا أسهم وقفية نقول للدعم التوعية البيئية، بمعنى حتى يكون عندنا مثل هذه المساقات أو هذه الأيام إلى آخره، فلا بد أن يكون بذلك. كذلك أيضا ممكن أن يكون عندنا ما يسمى أسهم وقف الحدائق المنتزهات. مع الأسف الشديد في تاريخنا في الأندلس مثلا كان هناك من يوقف المنتزهات، بمعنى يأتي شخص يغرس الأشجار، يعني يصنع حديقة، بمعنى يجهز حديقة بأكملها لمن؟ لخدمة المجتمع، وقف لله سبحانه وتعالى حتى يستفيد منها. نحن الآن حتى الحدائق التي كانت عندنا قمنا وطمسنا أثارها، فلم تبقى أي حديقة إلا في بعض المناطق. كذلك أيضا عندنا ما يسمى الآن عندنا في النظام الجديد بالنسبة للأوقاف يسمى تشجيع التأليف الصحي، وهذا أيضا كان موجود عندنا في تاريخنا، أي أن هذا الذي يؤلف أو هذا الذي يبحث في مسألة من المسائل العلمية وهذا ذلك فيكون أو خاصة الجانب الصحي، فإنه يكون عنده هناك هيئة ترافقه، وهي هيئة الأوقاف ترافقه حتى تسد بعض حاجاته البحثية. ثم دون أن ننسى ما يسمى أسهم تمويل، ما يسمى التدريب الاقتصادي البيئي، لأننا إذا لم ننتبه إلى هذه الأمور فإننا لا يمكننا أن نفكر في البيئة إذا كان هذا الذي ينشئ منشأة أو مؤسسة ولا يهتم بالبيئة ولا يهتم بما يسمى بالسيروتين وغير ذلك من أو يسمى الانبعاثات الغازية، أو ربما لا يوجد عنده هذه الأمور أو نختم حتى بعد ذلك تكون إن شاء الله مناقشة. فأريد أن نقول في خاتمة هذا فقط كمقدمة، وأن مؤسسة مع الأسف الشديد هي مؤسسة خيرية خدمية، وإن حصرها أفراد المجتمع الآن فقط في جهة المسجد وهو خطأ كبير، ليس فقط المؤسسات الوقفية هذه عبر التاريخ، وفي بعض الدول الآن هي مؤسسات خدمية بيئية صحية إلى آخره. ونحن فقط في تفكيرنا كنا نظن فقط أن المسجد إذا قلنا هلم بنا المسجد كل منا يسعى لذلك، ولكن إذا قلنا لخدمة البيئة ولذلك فلا يلتفت ذلك. ثم أيضا الطبيعة الشرعية والطبيعة القانونية والتشريعية لمؤسسة الوقف تؤهلها للقيام بدورها الاجتماعي والاقتصادي التضامني إذا أحسننا استغلالها. بل يمكن أيضا لمؤسسة الوقف الاعتبارية المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم الاقتصاد البيئي أو في المحافظة على البيئة من خلال هذه المشاريع المساندة التي رأيناها. أكيد الآن عندما هذا الكلام الذي ذكرته أكيد فيه ربما قد يرى فيه البعض الكثير من المبالغة، لأن هناك عندي بعض الأشياء وبعض المعلومات لم أذكرها، ولكن أنا أقصد بمعنى أن كان هدفي هو أننا في تراثنا إذا كان اليابان رجع إلى ذاته مؤسسات إلى آخره، وأن ينزع هذه النظرة القاسمة وهي على أن الدولة هي التي تقوم بكل شيء، فهذا يعتبر من الخطأ الذي نحن كثيرا ما نقع فيه. فإذا تعطل شيء فنحن دائما لابد أن نفكر أن الدولة تقوم به، وبإمكان المجتمع أن يقوم بذلك. إذا فلهذا لكأنما نحن لسنا في دولتنا ولسنا في بهذا المعنى، إذا كان بهذا المعنى لكأنما نحن لا ننتمي إلى وطن، في حين أن نجد غيرنا من يقوم بالأموال يبذل الأموال، مثل لما ننظر مثلا إلى المؤسسات هذه المؤسسات الخيرية القائمة الموجودة في أمريكا أو موجودة في آسيا أو في إلى آخره، فهي مؤسسات لشركات داعمة للخير إلى آخره. بل فقط أريد أن أنتهي بكلمة وهي أن العمل الخيري هذا علم. العمل أنا أريد أن أقصد بالبيئة بمعنى، والبيئة يعتبر كجانب تطبيقي فيه، أقول أن العمل هذا أصبح علم، وعندنا جامعات في أمريكا وفي أوروبا تهتم فيما يسمى إن شاء الله تعالى، سنذكر أشياء أخرى إن شاء الله تعالى، وبارك الله.